السلام عليكم. في حلقة اليوم حأتكلم على واحد من الأنميات الجديدة اللي صدرت سنة 2019، كيميتسو نو يايبا أو ديمون سلير قاتل الشيطان. الموسم الأول من الأنمي بدأ في شهر إبريل 2019 وانتهى بنهاية شهر سبتمبر 2019 من 26 حلقة. القصة ببساطة عن ولد اسمه تانجيرو. هذا الولد مر بمأساة كبيرة جدا. في البداية هذا الولد أبوه متوفي، فهو نوعا ما مسؤول عن العيلة. في يوم من الأيام يسيب العيلة ويروح يشتغل، ولما يرجع يلاقي العيلة انذبحت بطريقة وحشية على يد ما يسمى بقاتلين البشر أو آكلين لحوم البشر، الشياطين. والمصيبة ما توقف هنا، كل العيلة انقتلت ما عدا أخته واللي تحولت لشيطان. فكيف تانجيرو حيتعامل مع هذه المصيبة وكيف حيتعامل مع أخته أساساً؟ هذا الأنمي ببساطة من فئة الأكشن وفئة الفانتسي أو الخيال والقوة الخارقة، لكن في حقبة زمنية قديمة بنعيش عصر اليابان القديم مع القوة الخارقة. أبدأ الآن بجوانب القوة في الأنمي. طبعا أول نقطة قوة في هذا الأنمي هي الرسوم يا جماعة. التحريك والرسوم في هذا الأنمي من أول حلقة إلين آخر حلقة عبارة عن تحفة بصرية. المشاهد القتالية كانت متقنة، حركة الشخصيات ككل ولا غلطة طول الموسم، والأجمل هو تعدد البيئات والأماكن ككل اللي كانت عبارة عن متعة بصرية للمشاهدة. وزي ما قلت إنه هذا الأنمي أنمي أكشن بيعتمد اعتماد كبير جدا على القتال بين الشخصيات، فأثناء القتال بيخش معانا رسوم جميلة مع حركة كاميرا مبهرة، والأهم حركة الكاميرا 360 درجة واللي بتخلينا نشوف الشخصيات من كل الزوايا أثناء القتال. ومن الأشياء المميزة جدا في هذا الأنمي هو العنف. الجرأة في الطرح، الجرأة في الدموية واضحة من بداية أول حلقة. الأنمي متوحش ودموي وعنيف في كثير من اللقطات وكثير من المشاهد، عنده جرأة كبيرة في قتل الأطفال وقتل العجائز وقتل النساء في كثير من المواقف. لكن أجمل حاجة في هذا الأنمي هو تعدد الشخصيات من كل جانب، تعدد الشخصيات الشيطانية وتعدد الشخصيات البشرية أو ما يعرف بقاتلي الشيطان. لكن أنا استمتعت جدا بتعدد الشخصيات الشيطانية، كثير من القوى المختلفة، كل شيطان له شكل مختلف وله قوة مختلفة له عالم الخاص. لكن من الجميل جدا وإحنا بنعيش المغامرة مع تانجيرو، كل ما يقابل شيطان معين حنتعرف على قوة الشيطان، على شكل الشيطان، على بيئة الشيطان، لكن الأهم على الخلفية الكاملة لهذا الشيطان وكيف تحول من بشر لشيطان أساسا. كيف كانت حياته قبل ما يصير شيطان وكيف حياته قبل ما يصير شيطان أثرت بشكل كبير على العنف اللي بيسويه مع البشر حاليا. وهذا الشيء رهيب يا جماعة، لأن الشياطين هنا هم عبارة عن الأشرار والشرير، وشخصية الشرير عشان تنجح لازم تفهمها، لازم تعرف فلسفة الشر اللي عنده وليش بيتصرف على هذا الأساس أصلا. لكن غالبا الأنمي يكون فيه شرير واحد هو اللي نعرف عنه كل جوانب الشر والفلسفة الخاصة فيه، لكن في هذا الأنمي في ديمون سلاير بنتعرف على أشرار كثير وهم الأتباع للشخصية الرئيسية، لكن بنفهم كمان جانب الشر والخلفية لكل شيطان ولكل شرير، فهذا الشيء بيضيف بعد جديد وأعمق للقصة وللشياطين وعالمهم. ومو بس الشياطين اللي عندهم قوة مختلفة، حتى الشخصيات الرئيسية والشخصيات البطولية قاتلين الشيطان عندهم قوة مختلفة بثيم مختلف لكل شخصية. ومع وجود الرسوم الرهيبة حنشوف انه مع كل قوة سواء كانت للشرير او القوة الخاصة بالابطال حيجي ثيم متكامل من الرسومات، ثيم متكامل من الالوان لكل قوة ولمستوى القوة. ولو جينا لعامل الموسيقى، الموسيقى اللي كانت في الضرب، الموسيقى اللي كانت في القتال كانت جميلة وحماسية، لكن موسيقى البداية وموسيقى النهاية هي نفسها خلال الموسم بالكامل والستة وعشرين حلقة. في البداية ما كنت متعلق فيها، لكن مع نهاية الأنمي لقيت نفسي بسمعها بالكامل. لكن الأوست في نهاية الحلقة 19 كان الأجمل، هي أجمل قطعة موسيقية لهذا الأنمي للآن. وآخر نقطة قوة في هذا الأنمي هي العلاقة بين الأخ والأخت، بين تانجيرو ونيسكو. علاقة مميزة وقوية ومن أكثر الجوانب العاطفية اللي كانت في القصة، ولأنها بترتكز بشكل كبير كمان على شخصية نيسكو واللي كانت من أجمل الشخصيات اللي شفتها في الأنمي مؤخرا. شخصية كيوت لكن قوية، رهيب كيف إنها كيوت ومسالمة ولما تعصب قوتها جميلة. غير إن نيسكو ككل شخصية رهيبة، كيف إنها شيطان مختلف عن باقي الشياطين وكيف إنها شيطان بيساعد ضد الشياطين، هذه من أجمل الأشياء اللي كانت موجودة في قصة الأنمي. لو نرجع حبة لورا، القصة أساساً عن إيش يا جماعة؟ ولد
أهله يموتوا، بيحاول ينتقم لأهله ويدافع عن أخته. تقريبا هذه القصة ياما وياما عشناها في كثير من الأنمي، مو بنفس الطريقة ولا بنفس التنفيذ، لكن ما في أي مفاجأة، ما في فكرة جديدة زي أتاك أون تايتن مثلا. ففي هذا النوع من القصص أهم حاجة عند أي مشاهد هو أنه يتعلق بالشخصيات. لازم الشخصيات تدينا عامل قوي تتعلق فيها، وأن المغامرة تكون جميلة. في هذا الأنمي شفنا مغامرة جميلة برسوم رهيبة وقتالات رائعة وتحريك، والأجمل عامل الشخصيات هو الوحيد اللي علامة استفهام. بشكل عام الأكشن، الرسوم، التحريك، الموسيقى كانت عجيبة، خلت من المغامرة شيء شيق إن الواحد يتفرج عليه حلقة بعد حلقة. القصة والشخصيات وتطورها ما زالت في البداية، إحنا لسه في أول 26 حلقة. نهاية الموسم الأول فتحت الباب لعوالم كبيرة، وإنه هذه القصة لها أبعاد مختلفة. تقييمي للموسم الأول من كيميتسو نو يايبا 8.5/10. حبدأ أتكلم الآن على جوانب الحرق في القصة، فلو ما شفت الأنمي للآن وقف هنا. أولاً تانجيرو، أعطانا البطل اللي دائماً بنشوفه، ولد طيب وحنون على أخته، وبيحاول أنه ينقذ أخته وبينتقم كمان لأهله، لكن جانب الطيبة كان مطلق، بيحن على الأشرار، بيحن على الشياطين. أنا من الناس اللي ما أحب الشر المطلق ولا أحب الطيبة المطلقة، ففي هذه الحالة مع تانجيرو ما حبيت الشخصية وعدم تطورها من بداية الأنمي إلى نهاية الموسم. كنت حابب أشوف بطل جديد وما يكون نسخة مكررة من الأبطال الطيبين اللي دائماً بنشوفهم في الأنمي. لكن من ناحية ثانية، عشان كده قلت علامة استفهام، من ناحية ثانية طيبة تانجيرو ممكن تكون مبررة، لأن أخته شيطان، هو مستوعب كيف أنه ممكن أحد يتحول للشيطان وهو ما يبغى، فمن الناحية هذه بيطل الشياطين، هو لازم يقاتلهم، هو لازم يقتلهم، لكن بيحن عليهم نوعا ما، هو شايف أنه الشيء ده مو بيدهم. فمن ذا الجانب ممكن أبرر الطيبة الزايدة لتانجيرو. على العكس مثلا شخصية إينوسكي، هذه الشخصية اللي جاي إنسان عنيف وبغي يضارب وما يهمه أي أحد ولا صحبة ولا أصدقاء، يهمه القوة. عجبني جدا على الرغم إنه الشخصية جات متأخر والشخصية ما أخذت وقت على الشاشة كفاية، لكن كان في تغيير طفيف حسسني بتغير وتطور للشخصية، كان الأجمل تقريبا. كيف لما نواجه قوة عظمى ولقى ناس أقوى منه بدأ يحس، بدأ يتغير، بدأ يتفهم مكانته ووضعه. من ناحية ثانية شخصية زينتسو مثيرة للاهتمام، من جانب أنا كارهها، كارهة الشخصية المكررة، هذه الشخصية الضعيفة اللي تجري وراء البنات دائما، ياما شفنا هذا النوع من الشخصيات في كثير من الأنمي. لكن من ناحية ثانية عجبني الأساس، من فين طلع، كيف كانت التربية حقته، وكيف إنه الإحساس من جوا إنه يبغى يصير بطل، على الرغم إنه هو صاحي ما يقدر يتصرف بهذا التصرف، لكن الشيء ده بيتغلغل جواه حتى وهو نايم، فالتحول حق الشخصية أثناء القتال عجيب. بأتكلم بشكل خاص عن الحلقة رقم 19، هذه الحلقة كانت قوية، القتال في هذه الحلقة ما أبالغ إن قلت من أجمل ما شاهدت في عالم الأنمي. مو بس إنه الشرير رهيب، وخلفية حقت الشرير كانت رهيبة، وكيف إنه يبغى يكون عيلة ويجبرهم إنها تكون عيلة، وكيف كل واحد من العيلة حقته أصلاً عنده قصة مختلفة، كل هذا الجانب حق الشرير كان رهيب، لكن القتال مع تانجيرو كان الأرهب. كيف إنه تانجيرو هو بيضارب أفتكر أبوه، أفتكر طريقة التنفس، كيف الألوان، الحركة، الموسيقى، كل حاجة كانت بالملي. لكن الأجمل اللي خلاني أفز من الكرسي وأنا أتفرج هي الضربة القاضية أول ما جاب السيف على الرقبة، ولك أن تتخيل قد إيش إني تحطمت لما اكتشفت إنه ما مات، وكان جميل، معناها إنه تانجيرو لسه ما وصل للقوة على الرغم من كل حاجة مر فيها، لكن مشواره طويل طويل جدا. ناحية تانية الشخصية الشريرة الرئيسية، عندي فضول كبير جدا أعرف خلفية الشخصية، ورونا في نهاية الموسم لأي درجة إنه هذا الشرير قوي وأبعاد الشر كبيرة والشياطين وعالمهم أكبر وأكبر، وإنه تانجيرو مجرد حشرة، لسه المشوار قدامه طويل جدا. فهذا الموسم الأول والستة وعشرين حلقة على الرغم من كل الاستمتاع اللي مرينا فيه، هذه كانت مقدمة بسيطة جدا لعالم أكبر، زاد حماسي للمواسم القادمة، وبالتأكيد صار واحد من الأنميات المفضلة. في نهاية الحلقة ياريت تشاركني في التعليقات ايش ترتيب هذا الانمي من الانميات الجديدة في 2019. كان معاكم ماهر موصل، اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية.